ربما الكابتن رمضان ما شافش دي، هو كابتن رمضان هيشوف مصلحته، لكن اللي عمل الصفقه دي واحد مهندسينها هو نفسه دخل النادي الاهلي وخان النادي الاهلي جواه. هو كان مسؤول عن قطاع الناشئين وخد الكابتن كوكا هربه، هو تاريخه كده. فلما يجي يبقى يشترك في العمل ويطلع بمنتهى الفخر قاعد جنبه، انت عارف بتعمل ايه. انت عفيفي يوضح الليله بسهوله جدا، لا 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 بكره ما حدش عارف ايه، لا بكره هيبقى زي النهارده وزي امبارح يا كابتن عفيفي. قال له كده، ده عصام الحضري قال له، سالني انا، سالنا، قال له لو مجلس الاداره اتغير، قال له ده انا اتغير عليا خمس ست مجالس، خمس ست مجالس، محدش عايز يغفر لي اللي حصل.